وزملائه جابوا نتائج غير يرعون، غير يندعمون على مود نحافظ عليهم لو باسر عقبه بطوله اذا نجيب نتيجه. ويجينا احد الاعلاميين يقول ليش ما جبت نتيجه وانت باسيا ذهب؟ ده الدنيا تنقلب عليكم. ايش اقول له يعني؟ غير انا اقول لك الصدق الدنيا تنقلب علي واني ما مفيد كل شيء. اذا هم ارجع لقاعتي ذيك القديمه اللي متهاويه احنا. فرق البنى التحتيه بيننا وبين بقيه الدول استاذ ثائر؟ ماكو قياس. ماكو قياس. استاذ نبيل بال 19 جبنا أوسنا بطولة آسيا للسامبو، التقينا بوزير الشباب الرياضة أحمد العبيدي، حكينا وياه قلنا له هاي النتائج السنة تجي الخمسة راح يصير الوسام واحد، ليش؟ قلت له رواتب منتخب ماكو، بنى تحتية قاعاتنا لا تصلح لتربية، يعني دائما أنا أقول هسه من حفظت هاي المقولة مالتي، لا تصلح لتربية الحيوانات، أجلكم الله القاعات الموجودة، ولكن ما طول موجودة جاينا نتدرب بيها، ما عندنا بديل. بديل لهاي القاعات ما موجوده. قبل فتره حكيت ببرنامج قلت لهم البساط اللي جاي نتدرب عليه قاعاتكم شنو؟ لا تصلح لتربيه الحيوانات، اجلكم الله واجل الله السامع من هذا الموضوع. لهالدرجه متهالكه استاذ؟ لا متهالكه واكثر. راح اضرب لك مثل البساط اللي نتدرب عليه. اي بساط اي بساط يصلح يمكن 6 اشهر او 4 اشهر يتبدل. البساط اللي جاي يتدرب عليه يعني ورثة من استاذنا ومدربنا استاذ فيصل حاتم عافلنا اياها بالقاعه من 1996 اكبر من حسين اللي هسه حسين لاعب منتخب وطني وبطل. هذا البساط شو وقت جانا؟ جانا بمذكره التفاهم. تتذكر مذكره التفاهم اللي صارت مال عبد الامير الانباري؟ النفط مقابل الغذاء والدواء. هي بهاي الفتره جابوا لنا بساط وهو نفس البساط ما تبدل. ما تبدل. هي نفس القاعة ونفس البساط والبناء والصبغ. احنا نصبغ. عندي صور اشوفك. حسين يعرف بالبناء والصبغ نجيبه. حسين ذاك الثاني محمد قيس كلهم تعالوا اشتغلوا.